قضية استخدام الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير عبر العالم بصفة عامة وعبر العالم العربي بصفة خاصة، ولذلك العديد من الدول العربية بدأت في التوجه لاستخدام الهيدروجين الأخضر كطاقة نظيفة بدلا من الوقود الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، ويسبب في ارتفاع حرارة الأرض لأنه يمنع أشعة الشمس من الخروج من الغلاف الجوي بعد دخولها إلى الأرض، عكس الكربون الأخضر الذي يعد صديق للبيئة. ينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام الماء الذي يحتوي على أملاح ومعادن موصلة للتيار الكهربائي في عملية تسمى عملية التحليل الكهربائي، وفيها تنفصل جزئيات من الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين. للهيدروجين الأخضر فوائد عديدة، من أبرزها أنه يعد من أحد مصادر الطاقة الجديدة والحديثة وهو طاقة المستقبل. نقطة مهمة أن الهيدروجين الأخضر يحتوي على ما يقرب من 3 أضعاف الطاقة التي يحتويها الوقود الأحفوري، مما يجعله أكثر فعالية.